بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن تحليل سورة الدم، جزئية بسيطة داخل تحليل سورة الدم، وهي الخاصة بأنواع وأهمية الليكوسايتس أو الخلايا الدم البيضاء الخاصة بالمناعة. تحليل سورة الدم بصورة عامة من التحاليل ذات الأهمية والتي تمثل حجر الزاوية بالنسبة للعديد لتشخيص العديد من الأمراض. الاوتوماتيك هيماتولوجي انلايزر اللي هو الثري بارت اللي هو بيعمل الديفرنشال لكسيت الكاون، يعني بيعمل الوايت بلاد سيلز بيقسمها الى ثلاث اجزاء. دولت بيطلع لي النيوتروفيلز ويطلع لي الليمفوسايتس وبيجمع لي ثلاث خلايا اخرى في بارتيشن واحد، وهي الايزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايت. الثلاثه دولت بيجمعهم على بعض في بارتيشن ويطلع لهم رقم واحد. وده طبعا لما بتطلع اغلب المعامل بتعتمد على الهيماتولوجي انلايزر 3 بار، أكثر من 90% من المعامل بيعتمدوا على هذه الجزئية. لما بنطلع صورة الدم بهذه الصورة اللي بتطلع من الهيماتولوجي أنلايزر فقط وتطلع، ده طبعا بيغفل العديد من الأمراض وبيعمي على الطبيب كشف العديد وتشخيص العديد من الأمراض. لابد إن هي تعمل بريفرال بلاد سمير أو البلاد فيل وتفحصه كويس تحت الميكروسكوب وتحدد لي أنواع كرات الدم البيضاء المختلفة، خاصة الخمسة الأساسيين اللي خاصين بالوايت بلاد سيلز، النيتروفيلز، الليمفوسايتس، الإيزينوفيل، البيزوفيل، المونوسايتس. طبعا لكل خلايا من هذه الخلايا دراسة كبيرة ومعاني كبيرة واستخدامات كبيرة في تشخيص العديد من الأمراض. على سبيل المثال النيتروفيلز، لابد نحدد النيتروفيلز ديت هل هي سيجمنتد، هل سيجمنتيشن لها هايبر سيجمنتيشن ولا لا. طيب خاصة لما بيكون في ليكوسايتوزيس، ارتفاع في الليكوسايتس أو ارتفاع في الوايت بلاد سيلز بصورة عامة، لو كان من النيتروفيل وفي هايبر سيجمنتيشن يبقى نشوف نحدد للدكتور والدكتور يعرف إن فيه رايت شيفت. لو في الارتفاع من الباند نيتروفيلز أو الستاك نيتروفيلز، وده طبعا خاصة لو كان في عندي ليكوسايتوز أيضا يبقى فيه ليفت شيفت. يبقى النيتروفيلز لوحدها بيستخدمها الطبيب في تحديد او تشخيص البكتيريا الانفكشن، ويشوف لابد نحدد له لو كان في رايت شيفت او ليفت شيفت بالنسبه للنيتروفيلز او زياده النيتروفيلز. طبعا بيعتمد لو كان في هايبر سيجمنتيشن، طبعا بيتوقع ان يكون في ديفيشنسي في فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد، الحاجات اللي لها ريليتد او ريليشن بعمليه الديفيجن وعمليه تصنيع البايوسنسس للنيوكليك اسيد وخلافه. الجزئيه الثانيه الليمفوسايتس،
الليفوسايتس دي جزئيه كبيره جدا جدا من المناعه بتعتمد على الليمفوسايت. الليمفوسايتس لما بيحصل ليمفوسايتوز زياده في الليمفوسايتس خاصه في الفيرال انفكشن وتفاعلات الهيبرسيستيفن الحساسيه، لابد ان انا عندي لما يكون في ليمفوسايتوزس خاصه الليمفوسايتوزس لابد نشوف نبص تحت الميكروسكوب ونشوف الليمفوسايتس ديت هل هي ليمفوسايت عاديه ولا رياكتيف ليمفوسايتس، وده طبعا بيعتمد عليها الطبيب في تشخيص العديد من الامراض، بخلاف طبعا في حالات الكورونا فيروس اللي هو الكوفيد 19 بيحصل ليمفوسايتوبينيا. ليمفوسايتوبينيا يعني انخفاض في الليمفوسايتس، وده طبعا مهم جدا جدا دلوقتي لما بيستخدموا الديفرنشال وايت بلاد سيلز او صوره الدم بصوره عامه كبروتوكول في تحاليل خاصه بتشخيص الكوفيد 19 اللي هو الكورونا فيروس، لابد ان انا نعمل بلاد فيلم ونعمل ديفرنشال صح، مش نعتمد على الجهاز فقط. يبقى لابد ان انا لما يكون عندي الليمفوسايتوزس لابد ان انا احدد للطبيب الليمفوسايتس ديت هل هي رياكتيف ولا لا، لان لما بتعدي ال 20 او 25% من نسبه الليمفوسايت بتكون رياكتيف، اكتر من 20 او 25% من اعدادها بيكون رياكتيف، ده بيكون ليه انديكيتور عند الطبيب وبيعتمد عليه في تشخيص العديد من الامراض اللي احنا مش هنخوض فيها. الثلاثه اللي بالمتبقيين من الخلايا المناعيه المونوسايت، طبعا الهيماتولوجي انا لازم اطلع لي المونوسايت، لما يكون عندي مونوسايتوزس خاصه ايتيميكال مونوسايتس زياده لما بيكون مرتفعه المونوسايتوس ده بيكون ليه انديكيتور لبعض الامراض خاصه الامراض الخاصه بالارثرايتس والخاصه بالانفكتس من النوكليوزس وخلافه. ده طبعا مش هتظهر في الهيماتولوجي انالايزر 3 بارت، يبقى لابد ان انا نعمل بريفيرال بلاد سين او بلاد فيلم ونعمل. طبعا النوعيه الثانيه من الخلايا اللي هو الايزينوفيل، والايزينوفيل طبعا ديت بيكون له شكل مميز جدا ولابد من توضيح، لان في عندي في بعض الحالات اللي بيظهر فيها الايزينوفيليا زياده في الايزينوفيل، وديت بتكون انديكيتور للعديد من الامراض الخاصه بالبارسيتولوجي وجود الديدان اللي بيكون لها جزء في اللايف سايكل داخل البلاد، زي مثلا الاسكاريس، الفاشيولا، البلهارسيا، شيستوما، الجزء في داخل الدم من اللايف سايكل لدورة حياتها يكون في جزء في دورة حياتها داخل الدم، وبالتالي بتعمل ستيميوليشن للإميون سيستم إنه يطلع بعض الخلايا الخاصة بالديدان. هذه الخلايا اللي هي عبارة عن خلايا الإيزينوفيل، بالإضافة لعلاقتها بأمراض الحساسية وخلافه، وكذلك زيادتها مع المونوسايتس في أمراض الإنفكتس مونونوكليوز. طيب كذلك أيضا البيزوفيل أيضا بيكون لها شكل مميز وبيكون لها علاقة أكثر بأمراض الحساسية الهايبرسنسيتيفتي وخلافه. الحشية دي كلها طبعا احنا مش هنقدر نعملها الا وانا عندي هيماتولوجي انالايزر 3 بارت، يبقى لابد ان انا باي حال من الاحوال سواء انا شغال شغل مانوال سواء شغال شغل هيماتولوجي انالايزر في 3 بارت لابد ان نعمل بريفرنس بلاد سمير ونعمل بلاد فيلم ونعمل ديفرنشال ليكوسيت كاونت صحيح، عشان هيساعد الطبيب في تشخيص العديد من الامراض. احنا بفضل الله تبارك وتعالى داخل معامل بيان الطبيه الحاجه ديت بالنسبه لنا بتعتبر من الروتين سيستم الخاصه ب سي بي سي صوره الدم، ان احنا بنعمل ريفرنس بلاد فيلم لكل عينات صوره الدم اللي بتصل وبنشتغلها،
وبنصبغها بأكتر من صبغة، بنصبغها بالليشمان وبنصبغها بالجيم سستين، وبتظهر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دي طبعا بفضل الله تبارك وتعالى، السلايد اللي حضراتكم شايفينها ديت كلها تم رصدها داخل معامل البيانات الطبية، وبفضل الله تبارك وتعالى احنا بنبذل قصارى جهدنا في تطبيق كل المعايير المتبعة في WHO الخاصة بفحص الدم وعمل بلاد فيلم بريفرال بلاد سمير وفحصه واستخراج النتائج اللي تعكس حالة المريض وتفيد الطبيب في عمليات التشخيص ومتابعة المريض. دي كانت جزئية بسيطة خاصة بالوايت بلاد سيلز وأهمية الديفرنشال ليكوسيت كاونت باستخدام البلاد فيلم أو البريفرال بلاد سمير. آخر حاجة خاصة بالوايت بلاد سيل اللي طبعا عافانا الله وإياكم، الأمراض الخاصة بسرطان الدم بيكون جزئية كبيرة خاصة فيها خاصة بالوايت بلاد سيلز، ودي دي بتظهر طبعا لما بتظهر في الوايت بلاد سيل أشكال معينة من الوايت بلاد سيل بتكون زي البلاست سيل اللي هي الخلايا الإنشائية اللي هي بتكون جاية من البون مارو نتيجة للأنكنترولد ديفيجن، نتيجة لعدم التحكم في أو الانقسام المتكرر اللي حصل خلال سرطان الدم أو اللوكيميا. دي طبعا ما بتظهرش بحال من الأحوال لو أنا عندي بنشتغل على الهيماتولوجي أناليزر اللي هو الثري بارت. الحالة الوحيدة بس اللي بنستفيدها ان هو بيكون عندي ليكوسيتوزس عالية جدا فبيتم التوقع، لكن لابد طبعا بيتم الفرد وبيظهر في الريفر بلاد سمير بتظهر البلاست سيل. البلاست سيل طبعا ممكن تظهر لعدة أسباب، أهمها وأخطرها ان يكون عندي ان يكون في مشكلة لوكيميا. فطبعا استخدام او العمل على البريفير بلاد سمير بيكشف لي الحاجات دي، بيكون كاشف لي البلاس سيل واعداد البلاس سيل واشكال البلاس سيل، وهل هي ريليتد للنيتروفيلز، هل هي ريليتد للليمفوسايت، دي كلها بتظهر وبنحددها وبنحدد نسبتها في صورة الدم بفضل الله تبارك وتعالى. دي كانت فكرتي البسيطة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون لنا لقاءات أخرى مع صورة الدم، صورة الدم أو CBC Complete Blood Count أو Complete Blood Picture لصورة الدم الكاملة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.